دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لزميلتنا دينا عشان تعرفنا على اسعار العملات والذهب. دينا صباح الخير عليك. صباح الخير جمانة. صباح الخير محمد، وصباح الخير والسعاده على كل المصريين في كل مكان. دلوقتي فعلا جه ميعادنا علشان ناخدكم في جوله كده عن اسعار صرف العملات الرسميه النهارده، وهنبدا معاكم من الدولار الامريكي وسعر الشراء ب 19 جنيه و63 قرش و 19 جنيه و70 قرش للبيع، اليورو 19 جنيه و16 قرش للبيع و19 جنيه و8 قروش للشراء، الجنيه الاسترليني 22 جنيه وقرشين للبيع و21 جنيه و93 قرش للشراء، الفرنك السويسري 19 جنيه و60 قرش للبيع 19 جنيه 52 قرش للشراء، اليوان الصيني 2 جنيه 74 قرش للبيع 2 جنيه 72 قرش للشراء. وبالنسبة للعملات العربية، فالريال السعودي سجل النهاردة 5 جنيه 24 قرش للبيع و5 جنيه 22 قرش للشراء، الدينار الكويتي 63 جنيه 51 قرش للبيع 63 جنيه 25 قرش للشراء، وأخيرا الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيه و36 قرش للبيع و5 جنيه و34 قرش للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سجل 951 جنيه، عيار 21 سجل 1110 جنيه، عيار 24 سجل 1269 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب وصل ل 8880 جنيه. بكده عرفنا حضراتكم عن اسعار صرف العملات الرسميه النهارده وكمان اسعار الذهب. هرجع مره ثانيه لمحمد وجمانه علشان نبدا معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا.